العادي واللي استمر لسنين طويلة هو انك تشتري منصة او يبقى عندك كمبيوتر في البيت، بعدين يبقى عندك لعبة تلعبها ولما تخلصها تشتري لعبة غيرها. والعادي برضو اللي استمر لسنين طويلة انك لما يبقى عايز كهرباء عندك في البيت بنشترك في خدمة الكهرباء لمدة شهر، ولما الشهر يخلص بنشترك لشهر اللي بعده. طيب لو قلت لك ان الجيمينج هيبقى زي الكهرباء بالظبط ومش هتشتري جيمز بل هتشترك فيها شهريا، ده هيبقى توجه شركات الالعاب في الفترة اللي جاية دي، انها تفضلك اشتراكات شهرية لمجموعة العاب معينة، في خلال الشهر ده تقدر تلعب الالعاب اللي انت عايزها زي ما انت عايز. الموضوع ده بدأ مع هامبل باندل كخدمة تشترك فيها شهريا، وكل شهر بتجيب لك مجموعة ألعاب معينة، لكن الألعاب دي بتكون موجودة معاك على طول، فالألعاب اللي بتجيلك من الاشتراكات بتاعت هامبل باندل بتفضل معاك للأبد. لكن على الصعيد الآخر الألعاب ما بتكونش غالية قوي أو ألعاب كبيرة قوي ومشهورة، في ألعاب تريبل اي وكبيرة وبتكون موجودة في هامبل باندل لكن بعد إصدارها بفترة، فاللعبة تنزل في هامبل باندل متأخر. فالخطوة الجاية من الشركات هي اشتراكات الألعاب اللي بتجيب لك أجدد الألعاب يوم نزولها، ودي هتكون حاجة مهمة جدا لأن الاشتراكات دي هتكون جزء من الكلاود جيمينج، وده موضوع اتكلمنا عنه قبل كده في فيديو مستقل، اللينك تحت في الديسكريبشن، وعلامه الراي اللي فوق دي برضو. فوجود الخدمات دي هيغني الجيمرز عن شراء الالعاب، ومع الكلاود جيمنج كمان هيغنيهم عن شراء منصات، وهتبقى كلها خدمات باشتراكات شهريه زي الميه والكهرباء بالظبط. شركات كتير ماشيه في الطريق ده، لكن اللي مسابقهم كلهم هو سوني بخدمه بلاي ستيشن ناو اللي فيها كلاود جيمنج بالاضافه لبندر العاب كبيره، ده غير اشتراكات بلس اللي بتخليك تلعب اونلاين واللي شهريا بيجي لك معاها العاب مجانيه على جنب كده، وكذلك اكس بوكس بخدمه اكس بوكس لايف جولد اللي بتخليك تلعب اونلاين وبيجيب لك شهريا برضه شويه العاب على جنب كده. لكن اكس بوكس عندها خدمه مش موجوده في سوني وهي الجيم باس. الجيم باس ده بالظبط هو نوع الخدمات اللي احنا بنتكلم عنها في الفيديو ده، وهو اشتراك شهري بيخليك تلعب مجموعه العاب معينه بمجموع 100 لعبه من غير ما تشتري اي لعبه منهم خالص، وكل شهر بتقعد تجدد الاشتراك بتاعك وتكمل لعبه زي ما انت عايز. خدمه شبيهه بيها برضو هي خدمه اوريجين اكسس بتاعت اوريجين اللي بتسمح لك تلعب العاب على اوريجين قبل ما تنزل بساعات او بايام قليله، او انك تاخد تخفيض على بعض المشتريات من اوريجين بالاضافه لمجموعه العاب تقدر تلعبها براحتك طول ما انت مشترك في اوريجين اكسس من غير ما تشتريهم. قريب جدا خلال شهور هيكون في خدمات تغنيك تماما عن شراء العاب، لكن بالطبع الخدمات دي هيكون فيها عيوب بالاخص على بي سي. خدمات بندلز الالعاب الشهريه هتنجح نجاح كبير جدا بسبب ان الناس بتصرف شهريا على الالعاب مبالغ كبيره، يعني لو هتشتري لعبه واحده بس في الشهر فانت كل شهر هتصرف $60، يعني هتدفع $60 في الشهر وهتلعب لعبه واحده بس. طبعا ده ما بيحصلش عشان بتشتري العاب اكتر من كده بكتير وبتصرف اكتر من كده، انما مع اشتراكات الالعاب اللي سعرها هيكون حوالي بمتوسط $20 في الشهر هتقدر تلعب كل الالعاب اللي انت عايزها اذا كانت جديده او قديمه، او تجرب العاب زي ما انت عايز وتلعب اللي عجبك وتسيب اللي ما عجبكش وبتكلفه شهريه اقل. دي حاجه هتناسب الجيمرز بيلعبوا العاب كتيره مختلفه، لكنها مش هتناسب اللي بيلعبوا لعبه واحده بس بتركيز زي المحترفين في لعبه معينه مثلا. في اللي بيلعب لعبه واحده مثلا نفرض زي جي تي اي مثلا او ريمو 6 سيج او غيرهم، البندلز مش هتكون مناسبه ليهم، انما اللي بيلعب العاب كتير فالبندلز هتكون ممتازه جدا ليه. والله اعلم مصير البي سي هيكون ايه، لان بالوضع الحالي ده انا مش شايف البندلز على البي سي هتنجح نفس نجاحها على منصات المنزليه. يمكن احسن تطبيق للبندلز على البي سي لحد دلوقتي هو ديسكورد نايترو، لانه مجمع العاب مختلفه من ناشرين مختلفين، مش حاجات حصريه لنشر معين، لكن لسه مفيش العاب كبيره او العاب جديده او حتى البندلز نفسها كمان قيمتها ضعيفه. فهل هنشوف خدمه جديده على البي سي تجمع العاب كتير من ناشرين مختلفين؟ هل مايكروسوفت ممكن تعمل خدمه جيم باس بتاعتها على بي سي على ويندوز 10 ستور؟ بنسبه كبيره ده هيحصل، لان جيم باس موجود اوريدي على ستور ويندوز 10 لكن مش متاح. بس هل مايكروسوفت لما توفر خدمتها على ويندوز 10 هيبقى فيها العاب تريبل اي من ناشرين تانيين زي مثلا يوبيسوفت او اي اي، ولا الشركات دي برضه هتخلي العابها على منصاتها والخدمات بتاعتها بس؟ شاركونا برايكم في الموضوع ده تحت في الكومنتات، وافضل راي هيتعرض في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. في فيديو جوجل خدعتنا اللي كان عن جوجل ستيديا جالنا كومنت من 3DNA2 بيقول لنا طبعا لو جوجل خدت الكلام ده ببلاش، هنا هو بيتكلم عن جوجل ستيديا، فهو حرفيا الدنيا كلها هتتقلب، لانه اصلا جوجل والقائمين عليها عظامهم من ذهب، وممكن تبقى الخدمه دي مجانا على فكره. هو عنده حق، وفي احتماليه للموضوع ده ان جوجل ستيديا تكون ببلاش، واحتماليه مش بعيده كمان ان جوجل تخلي جزء من ستيديا مجاني لاي حد يجربه، لكن بالطبع مش هتكون كلها مجانيه، يعني مثلا هيكون في اشتراك مجاني بيديلك العاب معينه او عدد ساعات لعبه معينه، وهيكون في ساعتها اشتراك بريميوم كامل بيديلك كل الخدمات، واحتمال الجزء المجاني من ستيديا يكون عليه اعلانات زي اعلانات اليوتيوب كده. لكن لحد دلوقتي اللي مؤكد ان ستيديا هيكون باشتراك شهري بفلوس، مش هيكون في منه اشتراكات مجانيه. احنا كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، يا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك، لو انت جديد في القناه اول مره تشوفنا يا ريت تشوفنا تعمل سبسكرايب، ولحد الفيديو اللي جاي سلام.